يا شعبنا العظيم، عانيتم الكثير ودفعتم الثمن والفاتورة، ضحيتم بأغلى ما تملكون، لكننا على ثقة بأن الانتصار قادم بإذن الله. مصر عندما تواصلت جنبا إلى جنب مع قطر من أجل وقف هدنة ولو مؤقتة، كانت تدرك منذ البداية أن جهدها لن يتوقف عند هذا الحد. السعي الدؤوب الآن والاتصالات التي جرت بالأمس بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي كان الهدف منها واحد، ضرورة أن تتحول هذه الهدنة إلى هدنة مستدامة، ضرورة وقف العدوان الصهيوني. والنهاردة كلام الرئيس بعد لقائه برئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا، فلنطوي صفحة إحياء المسار. لا، احنا عايزين دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس كما قيل في القرارات الدولية التي صدرت قبل ذلك. من حق الشعب الفلسطيني أن يتمتع بدولة، من حق الشعب الفلسطيني أن تكون لديه مقومات السيادة على أرضه. 75 عاما وهذا الشعب مشرد، 75 عاما وشعبنا يعاني في كل مكان وفي كل أرض يذهب إليها، 75 عاما والناس تحتاج إلى العودة، تشتاق إلى العودة، حنين العودة يأخذها دوما. 75 عاما والعذاب والألم والدمار والقتل وتدنيس المقدسات وهدم البيوت على ساكنيها هي العناوين الرئيسية. لم يجد هذا الشعب العظيم فرصة حتى لالتقاط الأنفاس، ولذلك ما حدث اليوم يجب أن يكون درسا للصهاينة، هؤلاء الذين تصوروا أن بإمكانهم باستخدام القوة الجبارة والقاهرة، باستخدام الطائرات التي تقذف بالحمم من الجحيم آلاف الأطنان كل يوم، كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يهزموا الشعب الفلسطيني، ولكن الأيام تثبت. طبعا حجم الخسائر اللي في القوات الإسرائيلية كان دافع مهم جدا للقبول بالهدنة والقبول بالإفراج. السهام التي وجهت إلى الداخل الإسرائيلي كانت دافع أيضا للقبول بهذا الشكل. الجهود التي بذلت من مصر وقطر والتحذيرات التي تمت كانت دافعا لهذه الهدنة ولتبادل الأسرى الذي حدث اليوم، 13 مقابل 39 من الفلسطينيين، علاوة على دور مصر في الإفراج عن عدد من العاملين التايلانديين. لكل ذلك نقول أن الحزب البسيطة تقول أن حماس هي التي انتصرت، أن الشعب الفلسطيني هو الذي انتصر، لكننا نقول إذا استمر العدوان مرة أخرى واستمرت الضربات مرة أخرى، مطلوب أن يكون هناك موقف إقليمي وعربي ودولي، مطلوب أن تشتعل الأرض تحت أقدام الصهاينة في كل مكان، على العالم أن يدرك أن الشعب الفلسطيني لن يصمت ولن يسكت، وأن المقاومة لن تدفع ببندقيتها إلى الجانب الآخر، بل ستكون قوية. ونحذر من استمرار هذه الأوضاع وأن تعود مرة أخرى الطلقات والصواريخ والقاذفات التي تنهمر على رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأيضا المؤامرة التي تجري ضد أهلنا في الضفة الغربية. بالأمس كان الاحتفال الكبير الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي كان احتفالا من أجل فلسطين، وكانت كلمات الرئيس رسائل واضحة إلى الجميع. كانت الأغنية التي تنطلق: أنا دمي فلسطيني، كل مصري يعتبر قضية فلسطين هي قضيته الأساسية والمركزية، كل وطني يعتبر أن المقاومة تدافع عن شرف الوطن وشرف الأمة.